مثل ما عودناكم أصدقائي، دائما قناة مستر كريبتو هي مهتمة فيك ومهتمة برأس مالك. وطبعا حلم أي متداول إنه يتداول برأس مال كبير، حتى لو كان ما بيملك مبالغ مثل 50,000 دولار أو 25,000 دولار أو 30,000 دولار حتى يتداول فيها، لكن هذا حلم أي متداول إنه يتداول مبالغ كبيرة حتى يحقق ربح كبير. طيب شو الحل إذا أنا رأس مالي صغير؟ شو لازم أعمل حتى أتداول بمبالغ كبيرة؟ هاي السلسلة راح تكون سلسلة مكون تقريبا من 3 إلى 4 فيديوهات، راح أشرح لكم فيها بشكل مفصل كيف 70,000 أو عفوا 70 دولار أو 75 دولار أو 95 دولار تنقلب لرأس مال ما بين 25 إلى 50,000 دولار بضغطة زر واحدة فقط. ممكن تقول هذا الشيء مستحيل، لكن أنا جاهز أعمل لك هذا الشيء قدام عيونك. أما باش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات مشفرة. ولا تنسى انضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. خليكم معنا هذا الفيديو حتى تعرفوا آخر أخبار سوق الكريبتو. أولا أصدقائي، خلينا نتكلم عن طريقة تحويل 75 أو 95 دولار إلى تقريبا ما بين 25 إلى 50,000 دولار. شو هي الطريقة المناسبة؟ أولا أصدقائي، في بعض الشركات تملك رأس مال كبير، طبعا مثل شركة ايرن تو تريد، هي شركة تمتلك رأس مال وأموال كبيرة، لكن تحتاج هي الشركة لمتداولين حتى يساعدوها في الحصول على أرباح من تداول عقود الآجلة. طبعا عقود الآجلة بنتداول عليها هي ما لها عقود آجلة خاصة بالعملات الرقمية، بعيدة كل البعد عن العملات الرقمية، لكن هي عبارة عن عقود آجلة مسجلة في بورصة شيكاغو. طبعا مثل ما حكينا، هاي الشركة مسجلة في بورصة شيكاغو وعندها تداولات داخل الاس ام اي او سي ام اي. هاي الشركة وداخل بورصة شيكاغو تدخل تتداول على العقود الموجودة داخل بورصة شيكاغو، لكن انا معي 75 دولار، شو لازم اعمل حتى اخذ تمويل من هذه الشركة؟ اولا في عندك كثير من الطرق. خلينا نبدأ اولا بمسار وظيفي حتى اشرحكم بشكل افضل. هاي الشركة مكون من قسمين، مسار وظيفي ومسار التداول الاحترافي. مسار وظيفي هو عبارة عن حسابين، حساب مكون من 50,000 دولار وحساب مكون من 25,000 دولار. تقدر تحصل على هذا الحساب مقابل 75 دولار، وحساب 50,000 دولار تقدر تحصل عليه مقابل 95 دولار. هاي خصم لقناتي فقط، السعر الأصلي 190 دولار لحساب 50,000 دولار وخمسة وعشرين ألف دولار بقيمة 150 دولار، لكن الخصم لقناتي خصم بنسبة 50%. طيب خلينا نرجع لموضوع الفيديو. لازم تدفع للشركة 75 دولار. طيب أنا دفعت للشركة 75 دولار، كيف راح أحصل على حساب بقيمة 50,000 دولار؟ هاي الشركة لازم تركز بكلامي، تدور على محترفين التداول حتى يساعدوها لتكبير رأس مال الشركة. طيب أنا دفعت 75 دولار وحصلت على حساب 25,000 دولار، شو هي الشروط؟ أولا لازم تخضع لاختبار. الخمسة وسبعين دولار اللي انت عم تدفعها هاي رسوم دخولك للاختبار. مجرد ما تدخل اختبار راح يعطوك حساب تجريبي. الحساب التجريبي قيمته بقيمة الحساب اللي انت طلبت التمويل فيه. طيب دخلت الاختبار، عندي تقريبا 4 أو 5 شروط رئيسية. خلينا نشوف الشروط. اولا عندي معدل تراجع نهاية اليوم او اجمالي معدل التراجع من 25,000 دولار، لازم ما تخسر 1,500 دولار. مجرد ما خسرت 1,500 دولار فانت عم تغامر بالحساب وراح تخسر بالاختبار. الشرط الثاني هو ما توصل خسارتك باليوم الواحد ل 550 دولار. مجرد ما وصلت خسارتك اليومية 550 دولار راح يتم استبعادك من الاختبار. طيب عندي اتبع سلم التقدم. عندك سلم التقدم هو عبارة عن شرط مهم، اللي بيتداول فوركس وعقود وبيعرفوا انه التداول راح يكون باللوت او بالعقود، لازم ما تفتح اكثر من 3 عقود باليوم الواحد. مجرد ما فتحت اكثر من 3 عقود معناتها انت عم تغامر بالحساب وعم تخاطر بفلوس الشركة، راح يتم استبعادك من الاختبار. لهيك مسموح لك 3 صفقات باليوم. طبعا وعندك حافظ على الاتساق. شو هي حافظ على الاتساق؟ يعني لازم تنظم تداولك. كيف تنظم تداولك؟ لازم ما تربح باليوم اكثر من 30%. مجرد ما ربحت اكثر من 30% معناتها انت عم تغامر بالحساب، بدك تخلص الاختبار باسرع وقت ممكن. مدة الاختبار هي 15 يوم. 15 يوم تتداول يوميا 3 عقود او اقل. هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية تربح 30% او اقل.
ما تخسر 1500 دولار باليوم، وما تخسر باليوم الواحد 550 دولار، أو ما تخسر إجمالي الخسارة من رأس المال 1500 دولار. كل ما كبر الحساب يعني صارت الشروط أسهل، يعني مثلا بحساب 50,000 دولار لازم ما تخسر 2000 دولار، من إجمالي 50,000 دولار لازم ما تخسر 2000 دولار. الخسارة اليومية بتكون 1100 دولار، إذا خسرت باليوم أكثر من 1100 دولار بيتم استبعادك من الاختبار، إذا خسرت أقل من 1100 حتى لو 1090 بتم مستمر بالاختبار، بتسكر وتبدأ باليوم التالي بشروط جديدة أو ببيانات جديدة. بعدها اتبع سلم التقدم اللي تكلمنا عليه، إنه تحافظ على عدد الصفقات وعدد العقود، حافظ على الاتساق اللي هو نفسه حافظ على الأرباح، يعني 30% لازم ما تتجاوز نسبة ربحك 30%، وإذا تجاوزت نسبة ربحك 30% بتقدر تنقصها بصفقات تانية. هاي هي شروط الحساب، شروط سهلة جدا وميسرة جدا جدا. كل اللي عليك إنه تدخل تشتري حساب، الحساب بقيمة 75 دولار لحساب 150. خلينا نشوف الأسعار هاي المنتجات، بنروح على المسار الوظيفي وعندي مسار التحدي المكثف. طبعا بعد ما تنتهي من الاختبار تاخد الفلوس اللي ربحتها، يعني إذا ربحت 2000 دولار تاخد ال2000 دولار، تاخد 80% من الأرباح بعد ما تجتاز الاختبار. يعني أنا اجتزت الاختبار، بيعطوني الحساب الممول بقيمة 50,000 دولار، بيقولوا لي تداول ولك من الأرباح 80%. مجرد ما تربح 80% من الأرباح تاخده تلقائيا، بتسحبها لمحفظتك. هاي النقطة المهمة، يعني انت ممكن من اول اختبار تدفع 75 دولار تشتري حساب، بتروح هاي المصاري تتداول لمدة 15 يوم بتجتاز الاختبار، بعد تاخد حساب بقيمة 50,000 دولار. طيب كيف طريقة التداول؟ انا اخدت حساب، بيعطوني عن طريق البريد الالكتروني والرقم السري، عفوا عن طريق البريد الالكتروني بيعطوني حساب رقم سري واسم مستخدم، بدخل على نينجا تريدر شبيه ميتا تريدر، اشخاص بيشتغلوا فوركس راح يفهموا علي. طبعا هو عبارة عن برنامج بتحمله كان على التليفون او على اللابتوب، بتحمل نينجا تريدر، بتسجل دخول عن طريق البريد الالكتروني والرقم السري اللي اعطوك اياه، وبتصير تتداول. التداول سهل جدا، وانا راح اعمل جروب حتى نجتاز الحسابات او نجتاز الاختبار مع بعض. لهيك اي شخص بيشتري حساب عن طريق رابطي كل اللي عليه يتواصل معي حتى اضيفه على جروب، نشتري حسابات مع بعضنا، نفعل الحسابات، نداول مع بعضنا. بعطيكم توصيات مجانا، بعطيكم توصيات، نتابع مع بعضنا الصفقات، وراح يكون في شات للاشخاص اللي عندهم اي اسئله. هايك عندي اسعار، راح ننزل لتحت تسجيل الان. عندي هاي الاسعار، عندي اتبع سلم تقدم، 3 عقود يعني 3 صفقات باليوم، وكل صفقه لازم ما تتجاوز 3 عقود. تمام، يعني اذا فتحت انا مثلا 3 صفقات كل صفقه بعقد، لازم ما افتح صفقه رابعه ب4 عقود. مجرد ما فتحت صفقه رابعه برابع عقد بستبعد من الاختبار، اي خطا راح تستبعد من الاختبار، لهيك بتروح عليك 75 دولار. طبعا حساب 50,000 دولار عندك 6 عقود، في حال تجاوزت ال6 عقود باليوم راح تخسر، لهيك لازم تكون حريص، ما تتهور بالفلوس وما تتهور بالحساب او الاختبار، تقول والله اختبار انا عادي بفشل ما في اي مشكلة، عندك اعادة تعيين مجانية بعد اعادة الدفع. يعني انا اشتريت حساب تمام فشلت بالاختبار، رجعت جددت مرة تانية ب75 دولار، ترجع عندي اعادة التعيين مجانية بعد ثالث مرة. يعني اول مرة بدفع 75 دولار، ثاني مرة 75 دولار، ثالث مرة تجيني مجانية. لهيك شروط ميسرة جدا، سهلة وبسيطة جدا جدا. كل اللي عليك اشتري حساب، واصل معي نجتاز الاختبار مع بعض. هاي الشروط امامكم. طبعا عندك عمليات الدفع، عندك عملية الدفع مثل ما شايفين امامكم، عندي الفيزا كارد، ماستر كارد، الديسكوفر، عندي الجي سي بي، الباي بال، البيت باي، بتقدر تدفع عن طريق هاي عمليات الدفع، هاي المقبول الدفع، والسحب بالعملات الرقمية، بتقدر تسحب تلقائيا عن طريق العملات الرقمية. هيك وصلنا هاي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. راح اعمل سلسلة تانية، طريقة الشرح وطريقة الاشتراك وطريقة الشراء كله بالفيديوهات القادمة. مجرد بهالفيديو حبيت اوضح لكم شو هو حساب ممول. بتمنى تشترك بالقناة وتنضم لقناة التليجرام، تواصل معي في حال عندك اي استفسار. ومع السلامة ودمتم بخير.